فجأة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رواد حانة في بروكسل، توجه إليها مع زعيمي بلجيكا ولوكسمبورغ في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء بعد قمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تجاذبت ميركل وماكرون أطراف الحديث وصافح السياح ورواد حانة غران بلاس مع مضيفهما شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا وإكزافي بيتل رئيس وزراء لوكسمبورغ، الذي قال إنه دفع ثمن المشروبات احتفالا بانتخابه رئيسا للوزراء لفترة ولاية أخرى